تلوث الهواء من أكبر المشاكل التي تعرض عالمنا للخطر. إنه القاتل العالمي الذي يتسبب في 8 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام، منهم 600,000 طفل، ويتسبب في وفاة حالة من كل 8 وفيات. في حين أنه من المستحيل تجاهل التأثير المميت لكوفيد-19، فإن تلوث الهواء يحظى باهتمام أقل بكثير، على الرغم من أنه يقتل عددا أكبر من الناس. لا يؤثر استنشاق الهواء الملوث على الرئتين فقط، بل يؤثر على كل عضو في الجسم، ويساهم في الإصابة بكثير من الأمراض، بداية من مرض السكري والاضطراب الذهني، وصولا إلى مشكلة الخصوبة وسرطان الدم لدى الأطفال. ينتج معظم تلوث الهواء من النشاط البشري، مثل استخدام الطاقة، أدخنة المصانع، وسائل النقل والمحروقات. إذا كنت تعتقد أن الحل هو البقاء في المنزل، لسوء الحظ لدينا أخبار سيئة، لأننا نعلم أن الهواء في منازلنا أكثر تلوثا ب10 مرات من الهواء الخارجي، وذلك بسبب الملوثات الخارجية والملوثات الأخرى، مثل المنظفات، الغبار، أنظمة تكييف الهواء التي لا تتم صيانتها، دخان التبغ، مواد البناء، الدهانات، جراثيم العفن، الفيروسات والبكتيريا المعلقة في الهواء. كما يتسبب تلوث الهواء الداخلي وحده في حوالي 3,800,000 حالة وفاة مبكرة كل عام، والغالبية العظمى منها من العالم النامي، ونحو 60% منها من النساء والأطفال. تلوث الهواء مسؤول عن 26% من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، 24% من الوفيات بسبب السكتات الدماغية، 43% من الوفيات الناجمة بسبب الانسداد الرئوي المزمن، و 29% من الوفيات بسبب سرطان الرئة. بينما كنت تشاهد هذا الفيديو، توفي ما لا يقل عن 13 شخصا بسبب العواقب المباشرة لاستنشاق هواء ملوثا. فهل من حل لنا حتى لا نصبح جزءا من هذه الإحصائيات القاتلة؟ ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك الآن أن تتنفس هواء نقيا أينما كنت؟ نقدم لكم جهاز ماي أويل، جهاز تنقية الهواء الأيوني الشخصي، أقوى مولد أيونات سالبة شخصي متوفر بالسوق، صغير بما يكفي لارتدائه حول رقبتك، لكنه قوي بما يكفي لتحسين نوعية حياتك بشكل كبير ولحمايتك في أي مكان وزمان. يساعد هذا الجهاز الصغير خفيف الوزن القابل للارتداء على الحماية والدفاع ضد الملوثات ومسببات الأمراض مثل فيروس كورونا، ويوفر هواء نقيا في منطقة تنفسك. كما يولد الجهاز 18 مليون أيون سالب لكل سنتيمتر مكعب لمنع الملوثات مثل الجزيئات الدقيقة PM2.5، الغبار، المواد المسببة للحساسية والفيروسات من دخول الجهاز التنفسي. تساهم الأيونات السالبة أيضا في تحسين الصحة العامة بعدة طرق، منها تحييد الجذور الحرة، القضاء على البكتيريا الضارة بما في ذلك Staphylococcus and Salmonella، تحفيز التمثيل الغذائي للخلايا وتقوية جهاز المناعة، استعادة درجة حموضة الدم الطبيعية، واتزان الجهاز العصبي اللا إرادي. كما يساعد الجهاز على النوم العميق وتحسين عملية الهضم. يعد ماي أويل جهازا رائعا لتوفير بيئة آمنة في أي وقت وفي أي مناسبة، مهما فعلت وأينما كنت. ارتديه في الرحلات، ضعه بجانبك عند النوم، تخلص من إرهاق السفر وتخلص من ملوثات الهواء. ارتديه أثناء السير أو في السيارة أو على متن طائرة أو في وسائل النقل العام. ارتديه أثناء القراءة في المكتبة وسوف يساعدك على التركيز. كما يحميك عند تواجدك في غرف الانتظار أو البنوك أو مراكز التسوق. ارتديه في التجمعات لحماية نفسك من الملوثات. ارتديه أثناء ممارسة الرياضة لتقليل التعب والتعافي من الإرهاق البدني. حماية ذوي المناعة الضعيفة ومرضى الحساسية. الأهم من ذلك أن ماي أويل آمن تماما للأطفال، ويوصى به بشدة لأن رئتهم الحساسة تتعرض لتركيز أعلى من الملوثات الضارة بسبب زيادة النشاط البدني. خذ هواءك النقي معك في أي وقت وفي أي مكان.
مساء الخير، اهلا بكم جميعا عملائنا وزملائنا من فريق زد. عودة جديدة لوبينار فيكتور ايجيبت. النهارده مع كل الصيف بروجرام تجمعات ومصايف والاجازات، واحنا لسه عندنا مخاوفنا من كورونا. بالاضافه للتلوث الهوائي المعتاد المتزايد، هنتكلم عن احد منتجات سيكتور الهم لكل فرد فينا، وتعتبر ثوره في تنقيه عالم الهواء. ملقي الهواء الشخصي ماي ارم. معانا دكتور ايهاب متولي مدير تنقيات قسم ميديكال، هتكلمنا عن ماي ارم. اتفضلي يا دكتور. اهلا بيك يا ماي. مساء الخير كل الحضور، اهلا بيكم. النهارده زي ما مي قالت هنتكلم عن مشكله من اهم المشكلات اللي بتقابل البيئه، مش بس عندنا في مصر، هي في العالم، كل الدول بتهتم جدا بمشكله تلوث الهواء دلوقتي، لان هو ليه صحه، ليه مشاكل كثيره جدا على صحه مش بس الانسان، ده الانسان والحيوان والنبات واي كائن حي بيكون بيتعرض لهذا التلوث. علشان كده ابتدت كل الدول تحاول تشوف تقنيات جديده ازاي احنا نقدر نتعايش وسط التلوث ده ونحمي نفسنا. لو انا بتكلم عن الهواء، الهواء يعني ايه؟ الهواء هو عباره عن مجموعه غازات موجوده حوالينا. اول حاجه اهميه الهواء بالنسبه لنا ان هو بيعمل زي حاجز بيننا وبين اشعه الشمس، اشعه الشمس، حراره الشمس القويه، هو بيحمي سطح الارض من الاشعه القويه بتاعت الشمس والحراره. كمان هو بيبقى محمل بالاكسجين اللي بنتنفسه كل الكائنات الحيه بتتنفسه. فمعنى كده ان احنا ما ينفعش ما نبقاش متواجدين في بيئه فيها هواء يحمي الاكسجين. ليكم ان انتم تتخيلوا ان احنا في يومنا العادي ان احنا بناخد تقريبا 20,000 نفس، يعني بتنفس كده 20,000 نفس. يعني برضه في خلال 24 ساعه بيبقى في 11,000 لتر هواء بيدخل جوه جسمي، وتقريبا بيبقى 8 لتر في كل دقيقه. يعني ما حدش يقدر يعيش من غير ما يتنفس ثواني. فانا بتكلم في دقيقه واحده بياخد 8 لتر هواء، لكن للاسف الهواء اللي انا باخده ده بيبقى هواء ملوث. طيب يعني ايه هواء ملوث؟ او نقول التلوث ده بيجي منين؟ عامه الهواء ده بيبقى عباره عن غازات كثيره محطوطه بتركيزات معينه. يحصل بعد كده بقى في تلوث، هنقول الملوثات بتاعتنا دي بتيجي منين؟ بس عايزه اكد لكم ان التلوث ده بيبقى داخل المنازل وخارج المنازل، اي هواء، كان هواء طلق في الشوارع او كان هواء في اماكن مغلقه، فالاثنين بيبقى فيهم هواء ملوث. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تزود لنا التلوث او بنشوفها اشكال التلوث الموجوده؟ اول حاجه بنقولها هي مصادر طبيعيه. احنا بلد تعتبر فيها جزء كبير جدا صحراوي، جزء كبير جدا فيها كثبان رمليه، وفي جزء كبير جدا بيبقى فيه جبال ورياح. فاول حاجه المصادر الطبيعيه اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي الغبار وحركه الرياح، وسبيشلي طبعا الايام اللي احنا فيها دي كلنا عندنا الفترات اللي فاتت على ريح الخمسين، ان كل الناس اللي عندها مشاكل في الجيب الانفيه ومشاكل في الصدر ومشاكل في الرحم حست جدا بالمشكله اللي احنا بقالنا مثلا شهر وشويه فيها. فدي اول حاجه بنقول عليها مصادر طبيعيه. الناس اللي برضه في اماكن يبقى فيها غابات او فيها حق الغابات او كده تبقى مصادر طبيعيه. طبوب اللقاح برضه في وقت الثمرة لما تطلع وتدي الفاكهه تطلع، او الثمرة عامه في الربيع لما بتطلع بيبقى فيه حبوب لقاح كتيره، دي برضه مصادر طبيعيه. بكتيريا وفيروسات بتظهر على مدار السنه لانها بتبقى محمله على كل البارتكلز او كل الجزيئات اللي موجوده جوه الهواء، فدي برضه مصادر طبيعيه. طيب لو قلنا ان في مصادر ثابته للميه مثلا، يعني ايه المصادر الثابته اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ دي بتبقى في اماكن معينه، محطات طاقه موجوده، اماكن تكثير البترول، مثلا منشات صناعيه معينه بتطلع اخير معينه، فدي بتبقى مصادر ثابته في اماكن معينه، بتبقى معروف ان نسبه التلوث في الاماكن دي بيبقى عالي. عندي حاجه ثانيه اللي هي مصادر متنقله وان احنا بنعاني بيها طول اليوم، اللي هي طبعا عوادم بقى العربيات والشاحنات والقطارات والطيارات، كل الحاجات دي بتفضل معلقه في الجو لفترات طويله وهي بتعمل لي برضه مصادر متنقله. وبعد كده هنقول ان في اماكن معينه ممكن تكون اماكن زراعيه، احنا كلنا بنعرف مثلا في شهر 9 وقت حريق القش بتاع الرز بيبقى برضه في دخان في اماكن معينه بيزودنا نسبه التلوث. معنى كده ان احنا التلوث ليه مصادر كتير جدا، بس في الاخر خالص اللي بيبقى متاثر بيها هو
الإنسان أو أي كائن حي بيكون بيتنفس الهواء ده. عايزين نقول أو إحصائيات، مش إحنا بنقول، إحصائيات كلها طبية بتقول إن تأثير الهواء الملوث ده بيأثر على كل خلية موجودة جوه جسم الإنسان. ليه نسب معينة طبعاً بيسبب 8 ملايين حالة وفاة سنوية بسبب تلوث الهواء منهم 600,000 حالة أطفال، وده بيبقى وفاة مبكرة. مثلاً هنقول إن في 26% وفيات دي ناجمة عن أمراض القلب، 24% بسبب سكتات دماغية، عندي 43% أو 45% تقريباً بسبب الانسداد الرئوي أو مشاكل الرئة اللي هي بتبقى ناتجة عن تلوث الهواء، و 29% بسبب سرطان الرئة اللي بنوصل حالات لسرطان الرئة. كل ده بيبقى المصدر الأساسي بتاعه هو استنشاق فترات طويلة جداً من هواء الملوث. هنتكلم النهاردة عن حاجتين مهمين جداً عايزين كلنا نبقى عارفينهم مع بعض. في حاجة اسمها جسيمات أو اسمها PM2.5. الكلمة دي بنسمعها كتير جدا، كل الناس بتوع البيئة بيسمعوها أو مش هو اللي بيسمعوها، هي البارامترز أو هي المعايير اللي بيشوفوا فيها جودة الهواء اللي احنا موجودين فيها. يعني إيه PM2.5 دي عبارة عن جسيمات معينة معلقة في الجو ما بتتشافش بالعين المجردة، بتبقى هي سبب أول ما بتستنشقها لو هي عليها هي نفسها بتبقى مسببة لمشاكل أول ما بتخش جوه الجهاز التنفسي، بتخش على الحلق وعلى الزور، بتخش بعد كده على الرئه وتبتدي تسبب مشاكل. كمان الجزيئات دي بتبقى ساعات محمله بفيروسات وبكتيريا معينه، فبرضه وانس انها بتدخل جوه الجسم تبتدي تسبب العدوى. فالجزيئات دي مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا فاهمين ان هي دي السبب الرئيسي اللي بيعمل لنا كل مشاكل الجهاز التنفسي العلوي او دخول كمان الجزيئات دي جوه الدم. حاجة تانية هنتكلم عليها النهاردة، أنا قلنا هنتكلم على حاجتين مهمين، هي الأيونات، وده أهم حاجة هنتكلم عليها. هي الأيونات، إحنا كل الحاجات اللي حوالينا، كل الهواء اللي حوالينا ده في أيونات مشحونة شحنة إيجابية، في أيونات مشحونة شحنة سلبية. طب يعني إيه مشحونة شحنة إيجابية وسلبية؟ إيجابية دي هقول لكم زي مثلا كل الملوثات اللي إحنا قلنا عليها دي عندها شحنات ايجابيه موجوده في الهواء حوالينا بمجال مغناطيسي او قطر مغناطيسي، بتدينا شحنات ايجابيه زي حبوب اللقاح، زي الدخان، زي السموم، زي الغازات الضاره، زي الفيروسات والبكتيريا، كل الحاجات دي شحنات ايجابيه. كمان عندنا حاجات ثانيه بتدينا شحنات ايجابيه اللي هي الكمبيوترز، الشواحن، الكهرباء، اي حاجه فيها مجال كهربائي عامه بيعمل لها شحنات ايجابيه. طب انتوا دي بتسالوني دلوقتي او بتساليني يا مي، الشحنه الايجابيه دي كويسه؟ لا، الشحنه الايجابيه دي هي اكثر شحنه بتبقى بتاثر على جسم الانسان، هي دي الضاره بالنسبه لجسم الانسان. اما الشحنه السالبه هي دي الشحنات اللي هي بنحتاجها، وهي دي اللي بتقدر تخلينا نقاوم التلوث. طيب الشحنه السالبه او الحاجات اللي فيها الهواء اللي بيبقى محمل بشحنات سالبه بنشوفه فين؟ انتوا نفسكم هتقولوا لي ان احنا بنروح عند البحر، لما بنروح عند المحيطات، لما بنروح عند حته فيها زرع كتير قوي، لما بنروح نطلع كده بنقول احنا رايحين نتنفس شويه هواء. فكل الاماكن دي اللي ربنا خالقها في النيتشر او في الطبيعه هي دي اللي بتدينا الشحنات السالبه، والشحنات السالبه دي احنا بنسميها فيتامين الهواء. انا محتاجه الشحنه السالبه دي علشان تقاومني الشحنه الموجبه اللي طول الوقت بتحاصرني في كل مكان. طيب هل انا بقدر طول السنه افضل موجوده عند البحر او موجوده عند محيط او موجوده عند شلال او قاعده في البارك في الجنينه بتشمس كده وباخد هواء نقي؟ طبعا لا، احنا طول الوقت احنا قاعدين يا اما في اماكن لها شحنات ايجابيه حوالينا او موجبه، سوري مش ايجابيه، شحنات موجبه حوالينا من الشواحن والكمبيوترز والاجهزه الكهربائيه الكتيره موجوده في بيوتنا او في مكاتبنا، او بنبقى بره في الشارع فبنبقى معرضين ان احنا عوادم السيارات زي ما قلنا والحاجات الطبيعيه اللي حوالينا اللي بتعمل لنا شحنات الموجبه. النهارده هنقدم لكم الجهاز اللي انا بقول عليه هو مش بس صيحه، مش بس تقنيه جديده، مش بس اختراع، جهاز ماي اين. جهاز ماي اين هو جهاز زي ما احنا شايفين، هو جهاز ايومي منقي الهواء شخصي. يعني ايه شخصي؟ يعني انا بلبسه، يعني انا هو وانا شخص واحد ماشيين مع بعض. الجهاز الايومي ده عايز اقول لكم لو هو بنقول شلالات نياجرا اللي هو اعلى مكان فيه نسبه هواء نقي جدا جدا جدا، بيعمل لنا تقريبا 100,000 ايون في السنتيمتر المكعب. جهاز الماي اين بيعمل لنا 18 مليون ايون في السنتيمتر المكعب.
انت متخيل فرق قد ايه؟ يعني اكنك قاعده مش بس في شلالات نياجرا، اننا قاعدين في مكان توتالي نقي تماما تماما، ما فيش اي هواء ممكن يخش لي فيه اي نوع من انواع التلوث. طب ازاي بتقولي لي الكلام ده؟ وده هيحصل ازاي؟ جهاز المرآي هو مولد للأيونات، زي ما قلنا بيدينا 18,000 أيون سالب. معنى كده ان الهواء اللي حواليا اللي انا بتنفسه كله عباره عن شلال من الأيونات السالبه. شلال الأيونات السالبه ده هيعمل ايه؟ هيعمل لي حاجتين. اول حاجه هيتحد مع الجسيمات اللي قلنا عليها في الاول خالص، قلنا عليها البي ام 2.5 دول اللي هي الضاره بتاعت تنفسيه الانسان، هيتحد معايا لان السالب الموجب بيتحد ويبتدي يشيلها من مجال التنفس بتاعي، لانها هتتقل في الوزن بتاعها طول ما هي جسيمات صغيره تقدر تتطاير في الهواء. وانس انها كبرت التراب اللي بنشوفه ينزل او الحاجات اللي بنشوفها بتنزل على السطح بعد كده. فالايونات السالبه اللي بتطلع من الشلال ده بتتحد مع البي ام 2.5 وتبتدي تنزل على الجدار تحت وتبعد عن المجال التنفسي. انا هنا بميح ببقى واخده بالي ان انا كل الهواء اللي بتنفسه هو عباره عن ايونات سالبه. الحاجه الثانيه ان هو كمان الايونات السالبه دي لما يكون في فيروس او بكتيريا في الجو يبتدي ان هو يتفاعل مع جدار الخليه ويضعفها وتبقى غير قادره انها تبقى تعدي. فمعنى كده ان حتى لو قدامي اي حد او في مكان فيه عدوى دي فيروسات او بكتيريا، انا كمان بضعف الفيروسات والبكتيريا بتبقى موجوده في الجو دي وبغير شكل الجدار بتاعها خالص، فطبعا بتبقى غير قادره انها تعمل عدوى. عشان زي ما احنا عارفين الفيروسات بتشتغل بالعدوى بتاعتها من الجدار بتاعها او من البروتينز الموجوده على الجدار بتاعها. طيب يعني هل كده احنا استكفينا بأهمية الماي آين في ان هو يشيل الجزيئات الضارة اللي هي ممكن تعمل لي مشاكل الرئة ومشاكل التنفس والجهاز التنفسي، وان احنا كمان شلنا البكتيريا والفيروسات من مجال التنفس؟ يعني احنا اشرنا عليها ان احنا لما بنستنشق الهواء اللي في كمية الأيونات السالبة العالية قوي دي بنبتدي يشتغل معايا لما يخش مجرى الدم بتاعي في كذا حاجة عايزين نقولها مع بعض. أول حاجة بيعملها لنا جهاز الماي آين زي ما قلنا ان هو هيشيل الجسيمات، هيشيل البكتيريا من الفيروسات او يخليها غير قابله للعدوى. هو بنستخدمه مع كل الناس اللي عندها مشاكل في الرب او الجهاز التنفسي، بيحسن جدا جدا التنفس بتاعهم، مش بيخليهم يجي لهم الاتاكس اللي بيجي لهم خلال السنه، بيحسن امراض الحساسيه اللي بتبقى موجوده اللي ممكن تبقى مع ناس كتيرة ممكن تبقى حساسية للتنفس بتبقى موجودة، بيحسن الجهاز العصبي بتاعي بيخليني طول الوقت عندي تركيز كويس جدا، عندي ذاكرة كويسة جدا، بيحسن ارتفاع السيروتونين في الجسم بتاعي اللي هو هرمون السعادة بتاعي، فبيخليني حتى في شغلي أو أماكن أنا موجودة فيها بقدر أركز وبقدر أعمل إنتاجية أعلى، بيحسن الهارت ريت أو ضربات القلب بتاعتي بتبقى مظبوطة، وبيحسن نسبة طريقة التنفس بتاعتي. طيب اقدر استخدمه فين؟ انا بسميه اون ذا جو، اون ذا جو يعني هو اي مكان انا بروح فيه فهو معايا. يعني ايه اون ذا جو؟ انا بستخدمه لو انا قاعد في مكتب وبشتغل وانا عارف ان حواليا اجهزه كتيره جدا وعارف ان انا قاعد في مكان مغلق مثلا، فانا حاطط الماي آين بتاعي بيحميني من اي تلوث او اي شحنات ايجابيه موجبه ممكن تظهر. بقدر استخدمه في المولات طبعا واماكن التجمعات و انتظار العيادات، اي مكان ممكن ابقى قلقان من يبقى فيه انتشار عدوى او نقل عدوى من مكان لمكان، بقدر استخدمه وانا بلعب رياضه. في الاونه الاخيره كنا بنشوف ناس كتيره بتلعب الرياضه بتاعتها وهي لابسه ماسك، وده خطر جدا جدا طبعا عشان كميه ثاني اكسيد الكربون وكارو الدكسيد اللي بيطلع، ما ينفعش ان انا ارجع استنشقه تاني، فده بيبقى خطر جدا على الصحه. فطبعا الماي آين حللنا المشكله دي، وان احنا نقدر نلعب الرياضه بتاعتنا لو انا بروح جيم. وطبعا احنا عارفين ان معظم الجيمات دلوقتي كلها مقفوله مفيش اي مجال للتنفس، فبيبقى معايا الماي آين بيحميني لو انا بجري في مكان، لو انا بلعب يوجا، لو انا بلعب اي نوع من انواع الرياضه بقدر استخدم الماي آين. بقدر ان انا استخدم الماي آين وانا راكب الطياره بتاعتي برضه في مكان مقفول، لو انا راكب القطر، لو انا راكب اماكن مواصلات عامة. بقدر استخدمه كمان وانا قاعد بذاكر في البيت، لو انا عندي
ولادي بيذاكروا وعايزين ان انا احسسهم بمجهود عالي زي ما قلنا هو بيفرز هرمون السيرتونين بيبقى عالي جدا في الجسم بتاعي، الهرمون ده هو اللي بيدي النشاط وبيدي الحيويه وبيدي الكونسنتريشن او التركيز وقت المذاكره، بقدر استخدمه زي ما قلنا في اي اماكن انتظار زي البنوك وزي الشركات وزي اي حاجه انا بعملها في خلال يومي. بستخدمه ازاي؟ هو سهل جدا زي ما احنا شايفين، صغير محمول عادي بوزنه، ما فيش طبعا وزن تحتش لابسه حاجه، ملوش اي صوت خالص بنسمعه ولا اي حاجه بتضايقنا فيه، يعني هو بدون مشاكل. كل اللي انا عليا ان انا اعمله ان انا بشحنه في العلبه بتاعته، كده بيجي معاها ايه العلبه؟ بيجي معاها الجهاز الماي اين، الجهاز نفسه، وبيجي معاها اثنين تقريبا من دول باطوال مختلفه بحيث اقدر ان انا البس دي او البس دي، فمعايا اثنين. وبيجي معاها الكابل بتاعه، الكابل ده انا بحطه على شارجر او على شاحن، المهم ان هو يكون 5 فولت وما يتعداش ال 2 امبير، يعني دي الحاجه اللي انا بقولها لكم علشان نطور من عمر البطاريه بتاعتنا. استعمل الكابل بتاعه، ما استعملش اي كابل حاجه ثانيه، واحطه في الهات او في راس الشاحن بتاعي يكون 5 فولت وما يتعداش ال 2 امبير. ده جهاز الماي اين، سهل جدا جدا، مفيش حاجه اقدر اقولها عليه ان هو فعلا حاجه ايزي جدا. انا استخدمه لكل افراد الاسره، مش لشخص واحد بس، انا كل افراد الاسره بتاعتي، ولادي في المدارس، لو انا قلقان عليهم في المدارس كمان مش هنقدر نقول ان مش هقدر اقول ان الماي اين للكورونا فقط، الماي اين هو التلوث الهواء زي ما اتفقنا اللي هو حقيقي مشكله كبيره جدا، ومعاها كمان مشاكل الكورونا اللي بقت تقابلنا اللي بقت تقلقنا من كل حركه واللي هي بتفضل رايحه جايه، مش هقدر اقول انها خلصت تماما، لا الايام دي راجع تاني وفي احصائيات كتير انها بترجع تاني، فمأي وفي الصيف احنا عارفين مع التجمعات بترجع تاني بنسب عاليه، فالمهم ان احنا كل واحد عندنا يقتني جهاز الماي اين في بيته ولكل افراد اسرته. ناس كتير بتسالني على الصيانه بتاعته، هو الجارنتي بتاعه سنتين من اول الفاتوره ما بتنزل ضد اي عيوب صناعه، وطبعا العمر الافتراضي بتاع البطاريه ده على طول ما انا بستخدم زي ما قلنا بطريقه صح، طول ما البطاريه تقعد معايا فتره كبيره جدا، و ما فيش اي حاجه ثانيه ممكن اقولها عن جهاز الماي اين، كل الناس لازم تقتني بيه. انا معاكم في اي اسئله دلوقتي، ان انتم ممكن اي حد يكتب على الشات اي سؤال وانا معاكم 5 minutes او 10 minutes كده اجاوب على اسئله. اوكي شكرا كريم جدا يا روكي. في اسئله دلوقتي وجاوب حضرتك، هو ينفع نلبسه واحنا لابسين الطرحه من جوه؟ ينفع الطرحه تبقى فوقيه؟ حلو السؤال ده. طبعا عشان احنا معظمنا بيلبس طرح او بيلبس حاجات تبقى موجوده، هو فكره المولد او مولد الالماس دي بيبقى فيه هنا فرشه، لو انتم شايفينها هي فرشه صغيره كده من الياف الكربون، هي الفرشه دي اللي بتولد الالماس السالبه، وهي دي اللي بتطلع لي الشلال يا غالي اللي بيقول عليه 18 مليون ايون في سنتيمتر المكعب. فطبعا لازم يكون ايه، انا بقول بتنفس، فانا لو حطاه تحت اي حد اي هدوم موجوده، حتى لو راجل لابس كرافات لازم يبقى فوق الكرافات، لان هو لازم انا هو لازم يطلع من الهواء المحيط بيا علشان اقدر ان انا اتنفس الهواء الصحيح. وحته كمان انا نسيت اقولها، ان انا ممكن احطه جنبي لو انا بشتغل على مكتب، الفرق بيني وبين اللابتوب قليل او شغلي قليل، بحطه جنبي مش لازم ابقى برضه وانا نايم، ممكن احطه على الكومودين اللي جنبي على الكومات بتاعي جنبي وانا نايم. في سؤال تاني، هل ممكن الاطفال يلبسوا؟ هو ما فيش اعمار معينه. اوكي، هو ما فيش مشكله في ان الاطفال يلبسوه، بس الريكومنديشنز بتقول ان بيقول لك ان هتلاقوا حتى في البامفلت بتاعته جوه موجود ان هو من اول 8 سنين، علشان ما ينفعش نلبس طفل ما بيعرفش حاجه على الاكل، فممكن يخنق نفسه بيها، ممكن تلف عليه، مش فكره ان هو مش امن، لا هو امن على الاطفال، بس فكره اي حد بيلبس حاجه على الرقبه دي اللي بنخاف منهم، بس علشان ما يخنقوش نفسهم بيها او كده، فلو حد واعي بيها لا عادي نلبسهم مش مشكله. تمام اوكي. في حد عنده سؤال؟ لو في عنده حد مشكله بضربات القلب، هل ده ليه علاقه احنا بنفضل الناس اللي عندها مشاكل في ضربات القلب او اللي هي مرتبه البيس ميكر اللي هو جهاز اللي بيظبط ضربات القلب، ان هو يكونسلت الدكتور بتاعه قبل ما يستخدم الجهاز. اوكي. بالنسبه للاطفال اللي عندها
وقامل جدا بالنسبة لأطفال عندها الرغبة، وإحنا بنقول إن إحنا عندنا أطفال صغيرين فخايفين نلبسوهم على ممكن نحطهم على الترابيزة اللي جنبهم أو على الحماد اللي جنبهم علشان ما يبقاش فيه قلق إن هو يلف حواليه القلب. في حاجة تانية حد بيسأل إزاي بيولد أيمات سليمة؟ حضراتكم المولد ده كوي زي مولد الكهرباء، يعني المولدات دي بيبقى ليها شغل فيزيائي مش احنا بنتكلم عليه، احنا العالم كله بيشتغل بالايونات، حتى الايونات دي ممكن تلاقوها في التكييفات، ممكن تلاقوها في اجهزه تنقيب هواء كثيره. فكره الايونايزر ده او فكره الحاجه المولده للايونيزيشن ده جزء فيزيائي كبير جدا مش موضوعنا النهارده بنتكلم فيه، بس هو بيستخدم الفرشاه اللي احنا قلناها، فرشاه الياف الكربون دي بتبقى عباره عن حاجات مش عايزه اقول لك زي نيدلز، مش نيدلز، زي حاجات مش قصدير برضو، يعني حاجات من نوع معين من عشان حالات الكهرومغناطيسية، فبتقدر ان هي تطلع لي النيجاتيف والبوزيتيف، وتقدر ان هي تفصلهم عن بعض، فده توليد زي اي مولد ممكن نكون مستخدمه في اي حاجه، فده شغل فيزيائي جوه الجهاز احنا مش حكينا ان احنا نتكلم فيها النهارده. عليكم ممكن ترجعوا على فكره اي حد حابب يعرف بقى التفاصيل دي بيخش على الاونلاين يشوف ازاي توليد الايونات دي بيحصل ازاي. طيب في سؤال تاني بيسال حضرتك، هو ايه اطول مسافه اقدر احطه فيه؟ يعني انا اقدر احطه جنبي هنا، اطول مسافه ايه احطه فيه عشان اقدر استفيد منه؟ مثلا بنتكلم ان هو تقريبا 30 سم القطر اللي حواليا، يعني انا لو انا قاعد كده لو انا المسافه دي 30 سم بيني وبين المكتب بتاعي بتبقى كافيه جدا ان هو يقدر الهواء اللي حواليا كله يقدر ان هو ينقيه. يعني انا مش هتنفس هواء من بعيد، انا هتنفس خلال مجال التنفس بتاعي هو 30 سم دول، انا بنفس الهواء اللي هنا، مش بشد هواء، ما عنديش شفاط يعني اشد هواء، هو بيطلع الايونات في مكان التنفس بتاعي. تمام. في حد تاني بيقول انا شفت المانيو اللي فات ده في لا هو ما فيش اختلاف خالص في اي حاجه، هي دي بتبقى اسواق عشان في انسات او كده بيحبوا لون البينك او بنات بيحبوا لون البينك، بس للاسف ده مش موجود عندنا حاليا في مصر، احنا ما عندناش غير اللون السيلفر ده هو الموجود عندنا. تمام. كده الاسئله خلصت، ميرسي جدا لحضرتك، اتمنى ان انتم استفدتوا بالحلقه النهارده، واتمنى ان احنا نكون استفدنا بيها، واتمنى ان احنا نتقابل في وجه اخر في معلومات ثانيه عن ذات المركب. خلينا نقول في دلوقتي معانا اوفر للويبنر، ده خاص بالويبنر بتاعنا النهارده، فدكتور كريمه هتطلعوا دلوقتي هتشرحوا وهيظهر قدامكم على الشاشه. النهارده اللي احنا هنقول دلوقتي ده هو عرض خاص بالويبنر اللي كان النهارده، هيبقى عندنا ثلاث ايام فقط ممكن نستعمل فيه الويبنر، نستعمل فيه العرض. اعتقد العرض دلوقتي ظهر قدامكم على الشاشه. الماي اين هو سعر البيع بتاعه 4271، نسبه خصم او ديسكاونت ليفل او بريفليج ليفل هنديها لاعضاء نادي زابتر اللي هو بالبي ال 4، يعني نقدر ان احنا نوفر 683 ونقدر ان احنا ناخد الماي ارم ب 3588. طريقه الدفع بتاعتنا ان احنا يا اما بنستخدمه كاش او بفاليو، الناس اللي عندها الكارت بتاع فاليو او الكارت بتاع فاليو ممكن تاخد كاش يعني عن طريق فاليو وتقسطه هي مع فاليو لست شهور بدون فايده، او عن طريق ان احنا نستخدمه مع الطريقه المعتاده بتاعتنا ان احنا ندفع مقدم 25% في تاريخ اقساط يوم الخميس القادم والباقي على ثلاث اقساط متساويه، يعني ندفع 25% كل شهر، يعني تقريبا اقل من 900 جنيه كل شهر لمده 4 شهور متتاليه. فعندنا حريه الاختيار في ان احنا نقتني الجهاز على طول ونكيشه ونستلمه، او ان احنا نقسطه ونستلمه. البضاعه متوفره بكميه محدوده، بس عندنا بضاعه متوفره للفتره دي ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور ريهام، استفدنا جدا من حضرتك ومن الناس اللي كانوا. ميرسي. ميرسي يا مالك. ميرسي. باي.